لأنهم باتوا يتعرضون لتهديدات مختلفة ومخاطر عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك يخصص ماسنجر خاصا بهم. نعم، تطبيق يتيح للآباء أن يراقبوا حسابات أبنائهم الصغار عوض تركهم بمفردهم في منصة التواصل الاجتماعي العملاقة. ويتيح تطبيق ماسنجر كيدز المتاح حاليا في الأجهزة التي تعمل بنظام iOS ميزة التراسل للأطفال الذين بلغوا 6 سنوات من العمر، وبأوسع الآباء أن يقوموا بتحميل التطبيق على الأجهزة ويفتحوا حسابات لأبنائهم. ويمكن للآباء أن يتحكموا بشكل كامل في قائمة أصدقاء أبنائهم، وبالتالي سيضمنون عدم اقتراب أشخاص غرباء منهم. كما أن التطبيق موجه للمحادثة فقط ولا يتيح نشر التدوينات والاطلاع على أي محتوى في الموقع. ويستطيع الآباء أن يبعثوا أيضاً بالرسائل إلى معارف أبنائهم بفضل ماسنجر كيدز، لكن التطبيق متاح في الولايات المتحدة فقط خلال الوقت الحالي. هذا ويثير استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي في سن مبكرة مخاوف من تعرضهم لمحتويات لا تلائم أعمارهم أو استقطابهم من وحوش البيدوفيليا.